السلام عليكم طلابي الأعزاء، أهلا بكم في تتمة شرحنا لشابتر 6. في هذا الفيديو القصير اللطيف راح نتابع رحلة الوصول إلى داتابيز، والمرة اللي فاتت كنا وقفنا أن وصلنا لـ ER Model لطيف، وقلنا أنه Simple ER Model كافي عشان نبدأ نحوله لـ Relational Model. واليوم بس راح نتعلم كيف نحول من ER Model لـ Relational Model. هي خطوات بسيطة، نطلع من Entities و Relationships ومجموعة المعلومات عنهم إلى Tables اللي بنعرفهم. في ختام هذا الفيديو حيكون في عنا Tables نشتغل عليهم للحاجات اللي عملنا لهم ER المرة اللي فاتت. رح نضلنا في Logical Layer بتاعت Database فترة، وإذا قدر الله في آخر المادة رح نحكي عن Physical Layer إن شاء الله. أول حاجة نذكر حالنا أنه ER Model معمول بهدف أن نوصل ل Good Relational Model. فحنلاقي انه مثلا طريقة تخيلنا للإنتيتيز، حتى طريقة رسمنا للإنتيتيز كانت بتبين انه احنا اخريتنا راح نحطهم الى Tables، وهذا اللي راح نعمله. فراح نحول احنا الإنتيتيز لتيبلز والريليشنشيبس لتيبلز. طبعا اسم التيبل بيكون اسم الإنتيتي او اسم الريليشنشيب اللي احنا بنقول اللي بدنا نحولها، وطبعا اي اتريبيوت احنا حاطينها في الاي ار دايجرام راح نروح نحطها في التيبل المقابل للشغله اللي احنا حولناها من الاي ار دايجرام. تحويل الاي ار الى ريليشنال موديل هو بيتم بشكل خطوات، حتى هو بسموه الجوريثم مش لانه في فور ووايل وافس وحاجات زي هيك، لانه في هم سيمبل ستيبس زي وصفه ممكن حتى البرنامج يتبعها. يعني ممكن انت في برامج موجودة tools انت بتديها ER diagram بطلع لك جمل بالسيكوال اللي بتعمل create relational schema. ليش؟ لانه هذه هي شوية خطوات بسيطة، راح نمر على هذه شوية الخطوات البسيطة، هي تحويل entities الى جداول، ثم تحويل relationships الى جداول، ثم ازالة التكرار. اي واحد بيقدر يتبعهم بيوصل من ER diagram ل good relational model. ونبدأ بأول خطوة، تحويل entity sets الى tables أو تحويل entity sets ل relations. ال entity set بتتحول relation واحدة إلى نفس الاسم تاع نفس ال entity، وفيها نفس ال simple attributes تبعت نفس ال entity. simple attribute يعني واحدة مش complex، وال complex ممكن تكون composite أو multi valued، راح نشوفهم كمان شوي. هدول مجرد simple attribute name و simple attribute total credit. وال entity اسمها student، فرح نعملنا منها relation أو جدول اسمه student. وطبعا البرايمري كي المحدد في الانتيتي هو بيكون البرايمري كي المحدد في الريليشن. very simple and easy. طيب لما نشوف لما يكون في complex attribute، لما يكون مثلا في composite attribute، زي لما يكون في name first name وmiddle name ولاست name، ساعتها برضو الخطوات اللي بدنا نعملها هنا بسيطة. القاعدة بتقول انه ما بلزمش الواحد يعمل field اسمه name وfield لكل واحد من هدول. القاعدة بتقول اعمل fields بس للصغار، اعمل field للfirst name، اعمل field للmiddle name، واعمل field للlast name جوا التابل تبعك. لو لزم انك تميزهم بالprefix ميزهم، لو ما لزمش انك تميزهم بالprefix في هذه الحالة سميهم كل واحد باسمه وخلص. لو كانت composite attribute مكونة من composite attributes زي ما هو الادرس مكون من street، بيلزمك تضلك تفوت وترجع لغاية ما تصل لحاجة بسيطة. طيب لما بدي استخدم الـ Composite Attribute، أنا أصلا بعمل Composite Attribute عشان فيه سيناريوهات بستخدم فيها الـ Name وسيناريوهات بستخدم فيها الـ Middle Name أو الـ Last Name، ساعتها فيش مشكلة. وأنت لما بدك تستخدمها بتقدر تعملها Construction بالسيكوال وتستخدمها على كيفك. فلو طنشنا هذول الحاجات اللي لسه ما شفناهم مش لحتى الآن، وقلنا هاي الانستراكتور محطوط في السمبل اتريبيوتس هاي اي دي، والكومبوزيت اتريبيوت المفكوكه فيرست نيم ميدل نيم ولاست نيم، والكومبوزيت اتريبيوت المفكوكه فيرذر ستريت نمبر وستريت نيم وابارتمنت نمبر اللي هم هي مفكوكين من ستريت، وسيتي وستيت وبوستل كود هذول مفكوكين من ادرس، وسمبل اتريبيوت ديت اوف بيرث. وايل وي ار هير، اي driven attribute موجودة في الـ entity set تبعتي ما بلزمش اخزنها، اصلا هي اسمها driven attribute، يعني انا بس بحسبها من خلال الـ SQL. الـ relational model ما فيش فيه functions جوا الـ
جوا الريليشنز، ولكن احنا بنعرف كيف نعمل فانكشن، فاحنا بنعمل فانكشن بتحسب الايج وخلصنا. النوع الثاني من الكومبلكس اتريبيوت هو المالتي فاليو اتريبيوت، وقلنا مثال لما شرحنا المالتي فاليو اتريبيوت انه ممكن الانستراكتور يكون له مجموعه جوالات، مجموعه هواتف. فاحنا هلقيتها بدنا نخزن معلومه انه الانستراكتور صاحبنا مثلا اللي اسمه اينشتاين عنده مجموعة جوالات، ممكن يكون عنده جوال، جوالين، ثلاثة، عشرة، وبدنا ندعم هذا الإشي داخل Relational Model. Relational Model ما بسمح لناش إن نخلي حاجة الداتا تايب تبعها غير معروف، أو أنا هذه ممكن أحط فيها واحد أو اثنين. عشان ندعم المالتي فاليد أتريبيوت جوا Relational Model، ببساطة لكل مالتي فاليد أتريبيوت جوا الانتيتي سيت اي، مثلا جوا الانتيتي سيت انستراكتور، بنروح بنعمل لها جدول مخصوص، جدول مخصوص عشان نخزن فيه المالتي فاليد اتريبيوت. شو بيكون في الجدول المخصوص؟ بيكون في البرايمري كي تبع الانتيتي صاحبة المالتي فاليد اتريبيوت، في هذه الحالة عندنا بس الاي دي هنا، وبعدين المالتي فاليد اتريبيوت مفصلة كل واحدة لحال، بحيث انه لو كان للانستراكتور جوالين ببين الاي دي تبعه مرتين زي هذه الحالة، هاي المرة الأولى وهي المرة الثانية، ومرة ببين مع الجوال الأول ومرة ببين مع الجوال الثاني. الريليشن اللي عملناها الجدول اللي عملناه البرايمري كي تبعه لازم يكون التنتين سوا، لازم يكون البرايمري كي تبع الانستراكتور، وهذا لازم نحطه هنا عشان نعرف الجوال اللي جنبنا لمين بالضبط، لأي انستراكتور بالضبط. وبما انها مالتي فاليد اتريبيوت ما ينفعش يكون لحاله لانه راح يكون في تكرار، فبنخليهم التنين البرايمري كي تبعت هذا الجدول. وفاذر لازم نحط فورين كي على هذا الجدول لانه الاي دي هان يأشر على جدول الانستراكتور الاساسي، لانه ما ينفعش يكون في عندنا اي دي لواحد مش موجود اصلا في جدول الانستراكتور الاساسي. وهنا برضو سيناريو ممكن انت تستخدم فيه الكونسترينز اللي اخذناهم في شابتر 2، انه مثلا لما ينحذف انستراكتور من جدول الانستراكتور بتروح بتعمل اون ديليت كاسكيد، فبروح بينحذف كل جوالاته من جدول جوالات الانستراكتورز. هذيك كانت سيمبل سترونج انتيتي مع سيمبل اتريبيوتس او مع كومبوزيت اتريبيوتس. لما نيجي نمثل ويك انتيتي، الويك انتيتي قلنا أن وجودها بيعتمد على entity set تانية، ولو اطلعنا على الـ attributes اللي هنا محطوطين في الـ entity set هنلاقي ما فيش فيهم primary key أصلا. فلما نيجي نعمل جدول في relational model لازم الجدول يكون له primary key، فبنروح بنستلف الحاجة اللي راح تخلي عنا primary key، بنروح بنستلف كل primary key attributes من الـ identifying entity. يعني في حالتنا هنا section بروح بيستلف البرايمري كي تبع كورس، لو كان البرايمري كي تبع كورس اكثر من اتريبيوت بستلفهم كلهم، وبنحطها في الجدول اللي بده يعبر عن السكشن، وبتكون البرايمري كي تبع جدول السكشن هو الاشي اللي استلفناه زائد كل الديسكريمينيتورز. هنا كل الاتريبيوتس عبارة عن ديسكريمينيتورز، فالبرايمري كي هو عبارة عن كل الجدول. شفنا كيف بنمثل الانتيتيز، الان بنشوف كيف بنمثل الريليشنشيبس. الريليشنشيبس برضو قصتهم بسيطة. نبدأ بمثال بسيط هو الماني تو ماني ريليشنشيب، زي الحاجة اللي صرنا فاميليار معها اللي هي ادفايزر ريليشنشيب بين انتيتي سيت انستراكتور وانتيتي سيت ستودنت. عندنا ريليشنشيب سيت ادفايزر بحيث انه الانستراكتور هو المرشد لذلك الستودنت. لما نعرف تيبل يمثل هذه العلاقة، بنروح ننشئ تيبل بنفس الاسم، وبنحط في التيبل البرايمري كي تبعها. ايش هو البرايمري كي تبعها؟ هو الحاجة اللي تعلمنا كيف نجيبها في الفيديو اللي فات. فمثلا في الماني تو ماني ريليشنشيب قلنا انه بنجيب البرايمري كي تبع ستودنت يونيون البرايمري كي تبع انستراكتور، وبنقول انه هو الكومباينيشن تبعهم هو البرايمري كي تبع الريليشنشيب. ولو كان happens انه هذه الريليشنشيب لها attributes كمان، بنروح بنحط الاتريبيوتس في الجدول
اللي احنا عملناها قبل شوي additional attribute، زائد انه احنا جبنا entity من هذا الجدول و entity من هذا الجدول، فالريليشنال موديل بيقولنا تنساش تحط foreign key بأشرة هذا الجدول و foreign key بأشرة هذا الجدول. يعني ببساطة جيب ال entity، جيب ال primary key من هنا ب primary key من هنا وأشر عليهم foreign key، ولو في عندك أي attributes زيادة حطهم، وطبعا بس ما بيكونوا جزء من ال primary key. وقبل ما نتابع database، بتحب تذكرنا انه احنا بدنا نتجنب دائما redundancy زي ما بدنا نتجنب الكورونا. redundancy ممكن تبين في عدة حالات، خلينا نشوف حالة صغيرة بتبين فيها redundancy ونشوف كيف لازم نتجنبها. لما بدنا نمثل weak entity قلنا زي section، بنروح بنجيب the primary key تبع identifying entity وبنحطه هو والdiscriminators، وبنقول انه هذا هاي الجدول تبع section وهاي البرايمري كي تبعه، هاي الاتريبيوتس تبعته وكلهم برايمري كي. والكورس مثلناها الكورس سيمبل وسترونج، فيش فيها اي مشكله. لما نيجي نطبق اللوجيك اللي شفناه قبل شويه عشان نعمل ريليشن شيب سيك كورس سيكشن كورس، نقول انه بدنا نجيب مجموعه الكيز اللي هنا، البرايمري كي اللي هنا، البرايمري كي اللي هنا، نعمل يونيون بينهم ونحطهم ونقول انا بدي اعمل الجيتر ريليشن او الجدول اللي اسمه سيكشن كورس، وفي الحاجات اللي تعلمت زي ما بشوف كيف بعمل الريليشن. هلاقي حالي قاعد بعمل جدول اسمه سيكشن كورس بالضبط زي جدول سيكشن، في البرايمري كي اللي على اليمين والبرايمري كي اللي على الشمال. بقول له انه السيكشن ممكن يكون فيه شويه حاجات اتريبيوتس زياده مش ديسكريمينيتورز، ولكن كل الجدول الناتج عن تحويل العلاقة إلى جدول عبارة عن حاجة مكررة هناك، وهذا الإشي ما بدناش إياه، ما بدناش redundancy. وهذا الإشي دائما ببين لما نروح نحول weak entity set من شكلها في الـ ER إلى الجداول باستخدام نفس القواعد اللي فاتت. فالقاعدة أنه لما نحول weak entity set، هذه الـ identifying relationship ملهاش داعي إنها تكون في جدول لحالها، لأنها دائما بتكون total participation من هنا، يعني كل المعلومات تبعتها موجودة على ناحية السكشن، ودائما ملهاش identifying properties لأن هذه شغلتها بس إنه يكون الإشي موجود. لو في identifying property بتكون في السكشن مش فيها، ودائما هتكون subset من الجدول الثاني، فهذه منع التكرار دائما ما بنعملهاش. وفي حاجات كتير في الـ ER diagram برضو لو اتبعنا القواعد البسيطة مش راح تكون الداتابيز مبسوطة، يعني راح يكون في redundancy. فلو بدي أقسمهم لثلاث خطوات بسيطين إنه كيف الواحد بيوصل من ER diagram لداتابيز منيحة، لrelation database منيحة، إنه أول إشي بيحاول الـ entities، تاني إشي بيحاول الـ relations، تالت relationships، تالت إشي بيشيل التكرار. شفنا أول حاجة كيف بنشيل التكرار بالweak entity sets، ما بلزمش نعمل sick course هنا، بروح نستعيد عنها بس جدول كورس. إيش في كمان ممكن نوفر على حالنا حاجات وما نعملهم؟ مش لو كانت relationship مثلا من نوع one to many وفيها total participation من ناحية الماني، زي هذه relationship اللي هي علاقة بين الانستركتور والديبارتمنت 1 to many، وفيها total participation من ناحية الماني. One department can have many instructors، وفي total participation من ناحية الانستركتور، يعني لازم الانستركتور يكون له department. ساعتها هنا بنستعيض عن تمثيل هذه العلاقة كلها بإضافة attribute واحدة لتابل الانستركتور. بنروح بنعمل extension لتابل الانستركتور وبنحط فيه attribute واحدة. الattribute الواحدة هذه هي بدنا نستعيض فيها عن العلاقة كلها. لو كنا راح نمثل العلاقة كنا حنحط الـ ID تبع الانستركتور
البرايمري كي تبع الانستركتور والبرايمري كي تبع الديبارتمنت نيم. بما ان بدناش نعملها هذه وبدنا ننقلها لهنا، المعلومات اللي بتنتقل الاي دي موجود، يبقى الاشي اللي راح ننقله هو البرايمري كي تبع الريليشن الثاني. فبنجيب البرايمري كي تبع الديبارتمنت نيم وبنحطه هنا، وهي وهيك احنا جبناه، احنا شلناه في اضافه الريدندنسي المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، ولقيت هنا رجعناه. ليش رجعناه؟ لانه العلاقه تبعتنا واحد من جهه الديبارتمنت، لو ما كانتش واحد من جهه الديبارتمنت ما نعرفش نرجع. العلاقه واحد من جهه الديبارتمنت وفيها توتال بارتيسيبيشن من ناحيه الانستركتور. ساعتها بنجيب الديبارتمنت نيم وبنحطه في جدول الانستركتور، وبنكون مثلنا كل هذه العلاقه مش على شكل جدول، مثلناها على شكل اتريبيوت واحده بس. نفس المنطق نقدر نعمل هذا الكلام بالنسبه للديبارتمنت والستودنت. هل قد هل بنفع نعمل نفس الكلام بين الستودنت والانستركتور؟ لو كانت العلاقة money to money أكيد لا. لو كانت العلاقة فيها من ناحيتها one بصير ممكن. لو العلاقة total participation أكيد. لو العلاقة مش total participation ساعتها بتقول أنا ممكن أروح أحط الاتريبيوت اللي من هنا عند كل الستودنتس، والستودنتس اللي ما لهم مش advisors يبين عندهم null. ممكن كمان لو قلنا انه في عندنا one to one relationship نعتبرها one to many عادي، بحيث انه ممكن يكون الماني on any side. وبنفس المنطق نروح من average عن relationship كجدول لحالها، نقول بس بدنا ناخد attribute on any side، هنا بفرقش اي side، ونروح نحطها ونستعيد عن تمثيل relationship، تمثيل relationship بجدول ونمثلها بمجرد attribute. فايدة هذا الكلام انه بيخلي الريليشنشيب تبعتنا، خلي الداتابيس تبعتنا أصغر شوية، وبخلي الداتابيس تبعتنا فيها storage للredundant information أقل وأقل. وأكيد زي ما حكينا فوق إنه بنفع لو جبنا واحدة ما فيش فيها total participation نعمل فيها نفس الoptimization، بس هيطلع عنا شوية نلات عند الناس اللي ما بيشاركوش في تلك العلاقة. هذه كانت كل القواعد البسيطة اللي لازم الواحد يعرفها عشان يطلع من ER Diagram ل Relational Model أو Relational Database حلوة. قبل ما نختم لازم أذكركم بهذه الشغلة المهمة، تعلم كيف الواحد يصمم ER Model وكيف الواحد يرسم ER Diagram حاجة مهمة كتير بحد ذاتها، وحتلاقونا في الامتحان بنختبر مهاراتكم في كيف انكم تصمموا ER Model. ولكن إشي أهم من كيف إنه الواحد يرسم إنه يكون قادر إنه يكون conceptual model في مخه مستعيناً بالـ ER، وكيف الواحد يكون في عنده الحدس إنه يسأل الأسئلة الصح بعد ما صار يعرف الـ ER. وزي ما قلنا في الفيديو الأول، الواحد بصير عنده هذه الشغلة أحسن وأحسن كل ما دخل حاله في مواقف يلزمه إنه يفكر فيها بهذه الطريقة. فما تبخلوش على حالكم خلال هذا الشابتر إنكم تناقشوا ER concepts، ممكن تناقشوا كيف الواحد بيوصل من business requirement ل entity، أو كيف الواحد بيصل من هذا المكان في ER لذلك المكان في ER وهكذا. وإن شاء الله في المناقشة الجاية راح نبدأ نحل assignment من هذا النوع إن شاء الله. فيما يخص إيش غطينا material في مجموعة الفيديوهات هذه، لما في نهاية هذا الفيديو بنكون خلصنا section 6.7 وأخذنا كل حرف في الكتاب قبلي، وإن شاء الله بنكون ما ضيعناش ولا أي حاجة. المكتوب في الكتاب كله مطلوب، واللي بحكي في المحاضرة كله مطلوب، وإن شاء الله ربنا بوفقكم وبتكون معرفة مفيدة لكم. وما تنسوش إنه تحتسبوا هذا الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى عشان يكون مفيد في الدنيا والآخرة، وربنا يوفق.